فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول في هذه الأيام خرج أحد المنتسبين للدعوة إلى الله في إحدى وسائل الإعلام وقال إما أن تكون مع الخليفة الراشد علي أو مع معاوية، وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة؟ هذا أما أنه شيعي وإلا أنه يقتدي بالشيعة، لأن بعض طالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض أقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم، هذا لا يجوز. الصحابة لا يجوز الكلام فيهم، لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا، شوف، لا تسبوا أصحابي، هذا عام لكل صحابة رسول الله، لا تسبوا أصحابي. نعم، فلا يجوز هذا أن يسب صحابي من الصحابة. ومعاوية رضي الله عنه صحابي من أفضل الصحابة، وأفضل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وأعدلهم، فلا يجوز الكلام في معاوية. إنما هذا نفس شيعي، نفس شيعي يتصيدون على الصحابة يتكلمون فيهم، فيجب الحذر من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.